تفجرت براكين الغضب في صدور الأحرار وسكبت الدماء دفاعا عن الكرامة، وكتب التاريخ صفحة جديدة من المجد عنوانها الحرية ونبضها العزة. هكذا انطلقت ثورة 14 أكتوبر عام 1963 من جبال ردفان الشامخة، صرخة في وجه الظلم والاستعمار البريطاني وبشارة بميلاد فجر جديد. كانت تلك الثورة مشعل الكفاح وإرادة لا تنحني، حملها رجال ونساء أوفوا بالعهد وكتبوا بدمائهم ملحمة الخلاص. من بين الجبال الشاهقة وقف راجح بن غالب لبوزة معلنا ميلاد ثورة لا تعرف التراجع. لم يكن وحده، فالصفوف امتلأت بأبطال الثورة وعلى رأسهم قحطان الشعبي الذي لم يكن قائدا فقط، بل كان روح الثورة ورأسها المدبر، يرسم خارطة النصر بخطوات ثابتة نحو الاستقلال. وفي ساحات المعارك كان البطل علي عنتر يقود الفدائيين بروح من نار، يخطط ويضرب بيد من حديد ليصبح أسطورة في القتال والمواجهة. وإلى جانبه حمل سالم ربيع شعلة الأمل، وكان رمزا للثورة الشعبية التي لا تهدأ، قائدا مقداما قاد الجماهير نحو التحرير. وبرز أيضا مهيوب الشرعبي الشهير بعبود الذي أذاق المستعمر البريطاني مرارة الهزيمة، وكان نغمة أخرى من ألحان النصر، يقاتل بكل شجاعة ليضيف اسمه إلى سجل العظماء الذين ضحوا من أجل الوطن. إلى جانب هؤلاء القادة العسكريين كان هناك دور بارز للقادة السياسيين الذين صنعوا مسار الثورة، الدبلوماسية والتفاوضي محمد باسندوة وعبد الله الأصنج، كان من بين تلك الرموز السياسية اللامعة التي ساهمت في توجيه الثورة نحو التحرير. في خضم تلك الملحمة لم تكن الثورة حكرا على الرجال فقط، بل كان للمرأة دور كبير في ميادين النضال. فظهرت مريم سعيد ثابت، المرأة الحديدية التي أسقطت طائرة مروحية تابعة للجيش البريطاني، فكانت الأسطورة مريم رمزا للشجاعة والعطاء في مواجهة المستعمر. لقد كانت ثورة 14 أكتوبر شعلة مضيئة في سماء الحرية، وستظل ذكراها منارة تضيء دروب الأجيال القادمة. مجد لراجح لبوزة، وخلود لقحطان الشعبي وعبد الله الأصنج، وفخر لعلي عنتر وسالم ربيع ومحمد باسندوة، وعرفان لمريم سعيد ثابت وعبود وغيرهم الكثير من ثوار الوطن. 14 أكتوبر كانت صاعقة زلزلت عرش المستعمر، وصرخة أحرار هزت الأرض ليولد فجر جديد، فجر الاستقلال والحرية.